اخواتي تمام. طيب النهارده ان شاء الله هتكلم على محاضره بسيطه. انا هدفي ان انا اوصل بيها معلومه اللي هو بروكسيمال نيل فولت ديرموسكوبي كاتيو فور دايجنوزيس اوف نيل ديسوردرز. فكره ان انا لازم اخد وانا كبيجنر في الدرموسكوب يبقى عندي سامبل كلو فور فولو اب اند زين كونتينيو اذر كرايتيريا اوف ذا ديزيز. فبالتالي انت مهم جدا تبقى لير تتعلم البيزكس. تاني حاجه تبقى بي فوتوغرافر تصور كويس مالتيبل فوتوز عشان تو دايجنوز ايزلي اند ليتر يو ويل سربرايز بي النتائج بتاعتك. طيب القصه بتعمل ازاي؟ انا دلوقتي عندي الانكوسكوبي اكزامينيشن عندي في كذا مكان بفحص فيه النيل. اولا بفحص النيل بليت، بفحص بعد كده الهايبوليكيا، بفحص بعد كده لاترال نيل فولد، بفحص البروكسيمال نيل فولد اللي هو الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده، واخيرا النيل ماتريكس والنيل بيت، ويمكن دول ما بقدرش افحصهم الا انتر اوبراتيفلي او بعد ما بشيل النيل. مهم جدا اعرف استخدم انهي ديرموسكوب وانا بفحص البروكسيمال نيل. بروكسيمال نيل بفحص بلاد فيزيتس، فبالتالي محتاج لو انا اكسبرت شويه ممكن افحص بالكلاسيك ديرموسكوبي عادي، ولكن كبيجنر ممكن استخدم الديجيتال ديرموسكوبي اللي هو يتراوح بقى بين التين لايت فاير فلاي او الديرما لايت فوتو فايندر. طيب وات از نورمال؟ اول حاجه وانا بفحص البروكسيمال نيل فولد وات از نورمال؟ النورمال اوف زي بروكسيمال نيل ديرموسكوبي اول حاجه بيبقى نورمال سكين ترانسبرنسي، بيبقى فيه هير بين بلاد فيزيت زي اللي احنا شايفينها في الصوره. بيبقى فيه مورفولوجيكال وستراكشرال هوموجينيستي، مفيش اتيبيا. وتاني حاجه ان انا بلاقي من 10 ل 12 كابيلاريز بيرميلي في الفيلد اوف اكزامينيشن. طيب عشان اسهل الموضوع ده قال لك في حاجه اسمها الميداد او الام تي اي دي كرايتيريا فور اكزامينيشن اوف ذا بروكسيمال نيل فولد نورمال، اللي هي بتتكون من ايه؟ في الام اللي هي كابيلاري مورفولوجي زي اللي احنا شايفينها في اعلى الصوره، ال دي دايمترز والاركتكتشر والدنسيتي. مهم جدا ابقى عارف طبعا الهيربين ده واحده بتمثل الارتيريال لوب والثانيه بتمثل الفينس لوب اللي انا بشوفها. مهم جدا اعرف انا هفحص النيل فين؟ يعني بيقول لك هل افحص كل الصوابع؟ قال لك لا، ذا بيست اكزامينيشن الثيرد اند فورث فينجرز في البروكسيمال نيل فولد عشان دول اللي بيدوا مور كرايتيريا او بيدوا مور ترانسبيرنت، فبالتالي ممكن اشوف البلاد فيزلز ويل. طيب طبعا في فور مور ايزير اكزامينيشن كان في البروفيسور سنتر او سنابور قالت المهم قالت في طريقه سهله جدا ان احنا ممكن نستخدم الطريقه دي ان احنا نحط النيل ونفتح فتحه من فوق بحيث يبقى جود فيجواليزيشن للنيل، ولازم اعمل ويب درموسكوبي بالكهول جيل. طيب السؤال بقى المهم ده عشان ابدا في ثلاث دقائق هخلص الموضوع بتاعي. اي ام درماتولوجيست، انا مالي بالموضوع ده؟ يعني انا مالي بروكسيمال نيل فولد اكزامينيشن ده بتاع روماتولوجي؟ نو، انت كراجل بتاع درماتولوجيست يو هاف فيرست لوك فور نيل، العينين كلهم بيقول لك الصوابع فيها مشكله، فلازم انت كدكتور يو فيرست لوك بتشوف النيل. باي واي في امراض بنشوفها بالبروكسيمال نيل فولد بنشخصها احنا بتاعتنا، ولكن اذر ديزيزز يو شود بي اوير بيها زي روماتويد ارثرايتس اند سو اون، لان انت اللي هتعمل لها ريفير وانت هتبقى اول فيرست لوك للعيان. فدي اول نقطه مهمه. طبعا انا هتكلم على 5 ديزيزز ان 3 مينتس اللي هي السيستميك سكلروزس ديرماتومايسايتس سورايسس سيستميك الاي رينالز فينومينا سواء برايمري او سكندري از ويل از دايبيتس. دايبيتس دي بروكسيمال ديفولت فايندينج. طيب احنا معظم الحالات دي تقريبا بنشوفها، ساعات بنشوف سورايسس بنشوف لايكن بلانس ويقول لك ايه هاو تو ديفرنشيت بتوين ايت اند اونكومايكوزس. طبعا ما فيش مجال بفرق بين اونكومايكوزس وسورايسس في فرق السماء من الارض، ولكن يمكن الفرق ما بين السورايسس واللايكن بلانس في النيل في حاجه ممكن تتسهل. باي واي السيستميك سكيدروز بيمر بثلاث مراحل. يعني الدرموسكوبي طبعا ببص على فين؟ على البروكسيمال نيل. بيمر بثلاث مراحل، المرحله الاولانيه هو لسه في الاول خالص، ودي مهم جدا انت كدكتور جلديه تبقى عارف الموضوع ده. ليه؟ انت مي بي ايرلي بيك اب اوف ذا ديزيز بيفور الكوتينيس مانفستيشن تظهر، فبالتالي يا اما هتقول له ريفير جو تو زي دكتور روماتولوجيست عشان تو اسيس ذا كونديشن بيفور بتبقى اكزاجريتد. فبالتالي ايرلي بلاقي ايه؟ بلاقي في سنجل جوينت كابيلاري بالمنظر ده. طبعا دي مش منظر النورمال اللي احنا شفناه في اول صوره. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو اكتب السنجل جوينت كابيلاريز دي هتبقى مالتيبل، هتبقى كتيره تمام، وبالتالي ما تبقى كتيره الاركتكتشر بتاعت الليجن هتبوظ. طب حد متوقع ان انت هيبقى ايه؟
كل الكلام ده هيضيع اسمه سيستميك سكليروزس. فبالتالي لو بصيت على الليجن ليه هلاقي في فايبرس تيشو في البيلت كله، الكابيلاريز كلها ما بقتش موجوده، وطبعا ده اند ستيج اوف ذا ديزيز، وهلاقي في ديفورمز في النيل. ده باي واي سيستميك سكليروزس. طيب وطبعا الميداد او الام دي اي دي كرايتيريا بتاعتها باي واي ممكن نشوفها بالطريقه دي. تاني واحد الدرماتومايوسايتس. الدرماتومايوسايتس يمكن بيشاف في بعض الحاجات اللي شبيهه من السيستميك من السيستميك سكليروزس، ولكن يمكن اللي بيفرقها برضه اللي هو ساعات بلاقي فيه تورشوس وابريسنت اسبكت بتبقى عامله زي الشبكه موجوده من البلاد فيزلز، بلس ان انا هلاقي فيها مايكرو هيموج من الاول على العكس بتاعه السيستميك سكليروزس مش هلاقي فيها مايكرو هيموج. سيستميك لوبس ارثوماتوزس باي واي في كتب او تكست كاتبه نون سبيسيفيك فايند، ولكن لو لقيت حاجات معينه اتس سبيسيفيك فايند فور ايرلي دايجنوزس اوف نيل سيستميك لوبس ارثوماتوز. وات از سبيسيفيك او لو الحاجات لقيتها، اول حاجه قال لك اول بلاد فيزلز، عارفين ان احنا قلنا البلاد فيزلز نورمال بيبقى شبه الهيربن، لو لقيت حاجه لوحدها كده طبعا سو اتس هايلي سجستد فور نيل سيستميك لوبس ارثوماتوزس. As well as الاقي اللوب زي ما يكون استك وشديته استرتش لوب زي المنظر اللي احنا شايفينه هنا اهو، تلاقي في ادي البلاد فيزل زي ما تكون شايفها واحده بس ماشيه لوحدها، وساعات ممكن تلاقي فيها مايكرو هيموليج موجوده برضه. طيب نيجي بقى لقصه السورايسز واللايكن جرانس. باي واي السورايسز واللايكن جرانس الاثنين ممكن الاقي فيهم بيتنج، ممكن الاقي فيهم او يبقى التريشن مش موجود او مش موجود، ممكن الاقي فيهم الفايندنج بتاع بعضهم. طيب طبعا مختلف عن اونكومايكوز، اونكومايكوزس بتبقى لينير باتش وبتبقى لينير يلوش ستريكس، اما بتاعت السورايس بتبقى باتش اللي هي بتاعت الايه السالمون باتش. طيب هاجري بسرعه ابص على بروكسيمال نيل فول، لو لقيت البروكسيمال نيل فول دايليتد تورشوس الونجيتد كابيلر سو ات از اوف سورايسز. طب الجريد بصيت على الفايندنج اللي موجوده في النيل وببص على البروكسيمال نيل نورمال نيل نورمال كابيلاروسكوبي سو ات از لايكن بلانس او نيل لايكن بلانس. طيب وده طبعا في بيبر اتنشرت في الايجيبشن روماتولوجيست قال ان ايه ممكن اقدر افرقها ما بينها وما بين الروماتيك ارثرايتس. الريلز فينومينا برايمر اند سكندري. باي واي البرايمري ريلز مور اور ليس شبه النورمال، ولكن هلاقي الدنس شويه زادت، الكابيلري سلايتلي دايليتد، هلاقي فيه نمبر زاد بسيط ولكن مور اور ليس بتبقى نورمال. اما السكندري ريلز غالبا بتبقى related to underlying disease، يعني related to systemic sclerosis clinical العيان بيشتكي من vaso spasm او في الارتريولز او الكلام ده كله، وهلاقي معاه systemic sclerosis او dermatomyositis. By the way نفس الفايندنج دي ممكن اشوفها دلوقتي حتى يقول لك في شيل بلين او رينولدز لايك بوست كوفيد، يعني في بعض الحاجات بوست كوفيد ممكن تيجي شيل بلين او رينولدز لايك، فتيك كير الحالات بتبقى كتيره في الفتره دي وممكن تشوف المنظر اللي احنا قلناه اللي فات. اخيرا اهم الكرايتيريا في البروكسيمال نيل فولد اوف دايبيتس ميليتس بريزنس اوف مايكروهيموليج. صراحه دي لقيتها فايندنج كتير في عيال الدايبيتس وفسرتها تفسير من دماغي يمكن يكون نتيجه الانشوماس اللي موجود في النيل. باي واي انا كده بالنسبه لي انا خلصت كده المحاضره ان لايف وعايز اوصل الهدف. اخيرا بس عايز اقول افحص النيل في كل الحالات، افحص النيل في